بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في شرح برنامج جي في اي ويب منيتور. نفتح ستارت اول بروجرامز جي في اي ويب منيتور. هو البرنامج متقسم لكذا فيرجن. المونيتورنج اللي فيه دي حاجة قسم فيه، الويب فلتر اديشن ادي اديشن فيه، الويب سكيورتي اديشن دي اديشن فيه، وبعدين الكورتين فايل زيها هنشرحها لوحدها ان شاء الله. انا بفضل ان اشرح الاول الويب فلتر اديشن، ازاي تفلتر الويب سايتس عن طريق ان هنفهم من طريقها ازاي الوايت ليست والبلاك ليست. لو بدأنا بالويب فلتر اديشن، في حاجة هنا، في حاجة اسمها ويب فلتر اديشن. لو ضغطنا عليها هيشرح لك هنا كليك تو اكسس ويب فلترنج بوليسز configuration page in which you can configure web filtering policies that allow you to manage access to the internet per user group or IP based on the site categories or ان انت click on access the web grade database page in which you can enable disable the web grade database and check the license status. التالتة اللي هنا click access the bandwidth monitoring page from which you can learn about the access to the bandwidth monitoring reports. هنجيبهم واحدة واحدة. يعني مثلا ناخد أول حاجة الـ filtering policy. البوليسي أو الرول اللي أنت حاططها لفلترة الـ websites. طبعا ما شاء الله الـ GFI Web Monitor مفيش في أي تقل خالص، هنشرح ليه هو ما بتقلش الإنترنت. زي مثلا زي البلاك ليست مثلا اللي هي أستاذ أحمد بيضك كان حاططها، إزاي تبلغ بيها، ليه ده ما بتقلش. هناخد البوليسي الأولاني. أنت ممكن هنا تأد بوليسي معينة بإيديك لبعض يوزرز. تعال ناخد البوليسي اللي هي الديفولت، الديفولت المحطوط في البرنامج. اول بولسي هنا البولسي نيم ديفولت ويب فلترنج بولسي ابلايز تو ايه، ابلايز تو ايفري وان اول يوزرز، يعني انيبلد كده كده اصلا باي ديفولت هي انيبلد وما تقدرش تغير فيها. طب انت لو عايز تيديت السيتنجز بتاعتها، هتفتح هنا العلامه الخضراء دي، ايديت سيتنجز ظهرت، تضغط عليها اللي هي الديفولت بولسي. طيب دلوقتي جاب لك من الاول خالص، قال لك a site can have multiple categories associated with it. For example, news and support if one or more of categories associated with the site is listed in blocked categories list below the site will be blocked. تمام، يعني قال لك الموقع ده ممكن يتشابه ما بين كاتيجوري والتاني. كاتيجوري يعني تصنيف، يعني مثلا التصنيف بتاع الادلت، تصنيف السكشواليتي، تصنيف الكرايمنج، الميوزك، الديجيتال ميديا، ده تصنيف. لو الموقع تبع التصنيف ده يا يسمح بيه يا يلغيه. هو بيقول لك لو الموقع متشابه مع اتنين رول، واحده الاو والتانيه بلوكد، هيتعمل له بلوكد. تعال نشوف التصنيفات نفسها. ممكن التصنيفات دي نبقى ناخد لها شرح فيديو لوحده، كل واحده من دول معناها ايه، بس عشان ما نطولش الوقت في الفاضي. دي الكاتيجوريز نفسها اللي هي المفروض ايه، يا تتقفل يا تنفتح براحة كل واحد وشبكته. يعني هنقفل عندي في شبكه عندي مثلا الادلت سيكسد، الادلت سيمز، الالكحول والالكحول والتباجو اللي هي التبغ، يعني الالت ونيو ايج، الالت الارتكليتشر، كمبيوتر هيكنج، كمبيوتر كوبرايت انفيجرمنت. كومبريت انفيجرمنت اللي هو انتهاك حقوق الملكيه، زي مثلا موقع التورنت، البير تو بير، الحاجات زي كده. ديجيتال ميديا زي مثلا اليوتيوب والميتا كافي، اي مواقع من دي. ديجيتال ميوزك اللي هو الاوديو اونلاين، الدراجز والانترتينمنت. انترتينمنت مثلا زي مواقع اللي هي ايه، موفيز دوت كوم، اي موقع مثلا انترتينمنت، متعه تسليه، افلام، فيديو اونلاين كده يعني. انتولرانس، جامبلينج، الميوزك، النيوديتي، الفيشنج، البورنوجرافي، كويشنبيليتي، سكسيد، سكشواليتي، سباي وير، ادوير، تلفزيون والموفيز والفايلنس والليبنز والبومبز. المهم دي اللي احنا عاملينها. نفترض احنا عايزين مثلا كاتيجوري نضيفها من هنا انها تعمل لها بلوك، بنختار الكاتيجوري مثلا وليكن الداونلود والشيروير، نضغط عليها كليك شمال واحده ونضغط بلوك. ايه اللي حصل؟ انضافت هنا الداونلود والشيروير، اتحذفت من اللود كاتيجوريز، انضافت للبلوك كاتيجوريز عشان نسيف الاعدادات من التكاسيف ايه، سيتنجز. معنى ان ادانا ستنج سيفت، يعني خلاص الاعدادات ايه، اتحفظ. لو انا عايز العكس، لان الداونلود شير وير طبعا مثلا اللي هي المواقع السيرفرات اللي بترفع عليها والكلام ده ما ينفعش ان انا اقفلها، زي رابت شير والفور شير والكلام ده، فبعمل لها تاني الاو، بتتنقل هنا تاني للايه، للالاود ليست. لو جينا هنا الداونلود والشير وير هتلاقي اتنقلت للالاود ليست تاني، تعمل سيف ستنجز تاني لحد ما تديك ستنج سيفت، يبقى اتحفظ. تمام، ستنج سيفت ده بالنسبه للايه، للكاتيجوريز اللي هنا.
في شو ادفانسد اوبشنز، لو قرينا الادفانسد اوبشنز اللي هنا قال لك ذا كاتيجوري اكسبريشنز سبيسيفايد بلو هاف هاير بريوريتي ذان ذا وانز سبيسيفايد ان ذا الاود اند بلوك ليستد اباف. قال لك يعني الكاتيجوري اكسبريشن اللي انت هتحطها هنا لها بريوريتي اعلى، لها اولويه ان هو يتشيك عليها قبل الاود او قبل الايه البلوكت. لو شفنا اد كونديشن قال لك مثلا لو السايت كاتيجوريد اس، لو مصنف على انه مثلا ادلت سكسد مثلا او مصنف على انه كذا او كذا او كذا، بحيث ان انت مثلا ممكن يتشيك هنا قبل ما يتشيك فوق. يعني لو انت قافل لسته معينه عامل لها بلوكت وجيت هنا مثلا قلت ان الليسته دي مفتوحه تاني هنا، بيتشيك على هنا على الرول دي قبل ما يتشيك فوق، يعمل لها الاو او بلوك اند ديليت او اللي انت تختاره. يعني مثلا هنضيف لو الموقع ادلت سكسد مثلا يوز كاتيجوري، ايه اللي هيحصل؟ هيتشيك لو الموقع تبع الكاتيجوري ديت هيعمل لها ايه الرول اللي انت تختار الاوبشن اللي انت تختاره هنا، يعمل الاو ولا بلوك اند كورتين ولا بلوك اند ديليت. طبعا احنا مش عايزين نعمل حاجه من دي، احنا نريح نفسنا. اللي احنا عايزين نعمله كاتيجوري اللي هنعملها اللي نعملها من هنا، اللي عايزين نعملها بلوك نعملها من هنا ونريح نفسنا. دي اول حاجه اللي هي الويب فلترنج بوليسز. طيب لو احنا ضغطنا عليها تاني هيجيب لك البوليسز اللي هي دي الديفولت اللي احنا اخترناها من شويه. طب لو عايزين نأد بوليسي، تأد بوليسي دي بتشيك عليها قبل الديفولت بوليسي، اي بوليسي انت بتضيفها جديده بتشيك عليها بالترتيب. يعني لو انت ضايف 1 2 3 4 بوليسز بياخدهم بالترتيب 1 2 3 4 واخر رول بيتشيك عليها اللي هي الديفولت اللي البرنامج عاملها لك. لو عملنا اد بوليسي، البوليسي دي مثلا اي اسم اس دي او مثلا بلوك بوليسي، الديسكريبشن مثلا بلوك تو مثلا يوزرز اي حاجه. في هنا سكيدولينج، بلس سكيدولينج ممكن تشغل بالايام او بالساعات. عندك من صفر ساعه، من صفر لحد 24، يعني الساعة 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لحد الساعة كام؟ 24. سكيدولينج تشغل بيها، تعمل هنا مثلا تختار المربع يا بولس انت اكتف، اكتف يا بولس ايه ان اكتف. لو ضغطت على المربع هنا بيبقى ان اكتف، ضغطت عليه تاني بيبقى ايه اكتف. ممكن تضغط 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 مثلا زي كده. احنا كده لغينا الساعه كام مثلا؟ من الساعه 4 للساعه 5 في جميع الايام ملغي ان اكتف، او ان احنا نشغله تاني. ده بالنسبه للسكيدولينج. الويب فلترنج ده اللي انت تحطه، ممكن برضه زي ما قلنا المره اللي فاتت تقلو كاتيجوريز او تبلوك كاتيجوريز، بس طبعا الرول ده هيتشيك عليها. نفترض انت عايز الرولز ديت مثلا تابلاي ليوزرز معين، يعني مثلا انت الديفولت رول للشبكه كلها بس انت عايز يوزر معين ما يتقفلش عليه مثلا الا مواقع معين، او اي بي معين ما يتقفلش عليه كذا، او جروب. طبعا هو هنا باختيار اليوزر بس ما فيش مشكله، ممكن تقد باليوزر يوزر او جروب او اي بي. لو اليوزر يعني اليوزر نيم الاسم بتاعه، الجروب يعني الجروب على النتورك بتاعتك مثلا ام اس هوم ورك جروب، الجروب اللي انت كريتها. الاي بي، الاي بي ليست بتاعه اللي هو في الشبكه بتاعتك. ممكن ايه تختار الرولز دي سبيسيفايد للناس دول، للجروب او لليوزر او الاي بي، تختار لهم الرولز اللي معموله في الويب فلترنج هنا ان انت تبلوك عليهم بعض السايتس وبعض السايت الثانيه لا. يعني تقسم الشبكه بتاعتك رولز حسب ارتياحك النفسي. يعني ابلايز تو، في مثلا لو احنا عملنا هنا الادلت سكسد مثلا بلوك هنقفل ده بس. ابلايز تو مثلا وليكن كيوزر مثلا نيم اي اس، او بلاش يوزر إيه. ماشي ممكن تنفع اليوزر نيم او الاي بي، نختار الاي بي مثلا 192.168.1.7 تعمل له اد. ولو انت مثلا عامل كارت لان تاني انترنال مقسم الشبكه بتاعتك من جوه 3 4 شبكات في بعض، ممكن مثلا كارت اللان تاني رينج بتاعه مثلا 10.1.0.0.8 مثلا، شبكه تانيه مثلا 16 55 13 7، اي اي بي انت عايز تبلك عليه. ممكن تدليت اللي انت عملته من هنا، تدليت الشخص نفسه، عايز تسيف في الاخر تك سيف ستينجز. في حاجه هنا اسمها النوتيفيكيشنز، نوتيفيكيشنز يعني بيقول لك ايه نوتيفاي ذا فولوينج ادمنستريتور وين سايت كاتيجوري انفرينجز ذس بوليسي، يعني بيقول لك اخبرني لو في اقتحام للبوليسي دي. طبعا هو هنا بيخبر عن طريق ايميل،
بس انت مش مسطب طبعا مش مسطب الفيرجن بتاعت ايه ويب في فيرجن تانية اسمها جي اف اي ويب مونيتور ريبورت باك، بتستخدم اس كيو ال سيرفر كداتابيز انجن بحيث يبعت من خلالها الايميلز عندك على السيرفر هنا او يبعته لك للميل مثلا انت محدده، بس طبعا مش مسطب لسه الفيرجن بتاعتها دلوقتي. المهم الشاهد نوتيفيكيشنز مش تهمنا قوي قد ما الابلاي تو والويب فلترنج والجنرال تهمنا. هنعمل سيف ستينجز ونيجي نبص هنا على ال ويب فلترنج بوليسز، هنبص نلاقي ايه البوليس اللي احنا حطيناها اتحطت قبل الديفولت في بلوك بوليسي اسمها ابلايز تو الاي بيهات اللي احنا حطيناها، ممكن نختار جروب او ممكن نختار يوزرز او ممكن اي بيهات، ممكن نعمل لها انيبل او ديسيبل، ممكن تاديت السيتنجز بتاعتها او تديليت الرول نفسها، ممكن تضيف رول تانية بالاد بوليس. المهم عشان ما نطولش في النقطة دي هنخش بعد كده على الويب جريد داتابيز. الويب جريد داتابيز دي الداتابيز اللي معمول بها بلوك اصلا، اللي هي الداتابيز اللي فيها مثلا 2 مليون موقع او 3 مليون موقع بيتشيك عليهم هل الموقع اللي انت هتقفله ده من ضمنهم ولا لا، اللي الكاتيجوريز متسيفه فيها. قال لك this page to enable or disable web grid database check the license status and the configuration automatic updates and the notification settings. طبعا قال لك عدد الكاتيجوريز 87، الميموري سايز بتاعها 208 ميجا 749 كيلو 900 بايت، تاريخ الابديت بتاعها 16/8/2008 طبعا اللايسنس النسخه بتاعت اللايسنس. هو هنا بيديك اختيار تشيك فور ويب جريد داتابيس ابديتس اند اف اند اف افيلابل انستول زيم افري كام اور، انا عاملها 3 اورز بحيث تشيك لو في مثلا مواقع جديده انضافت للداتابيس بتاعت الجي اف اي ويب مونيتور يتشيك عليها كل 3 ساعات. انت ممكن تدلت خالص تعملها ديليت للساعات وتضيف ساعات من عندك مثلا 100 ساعة لو انت مش عايز كل شوية يدوشك انه بيداونلود عن طريق البروكسي 127.0.0.1 او ممكن كل ساعة حسب ما تحب يعني حسب ارتياحك النفسي، او ممكن لو انت عايز خلص يعني مثلا خلاها عدد ساعات كبيرة جدا بحيث ان هو ما يعملهاش اصلا اوتوماتيك وانت عامل له ابديت من هنا ابديت ناو مانوالي بايديك، يعني انت لو عملت 9999 ساعة بعيدة جدا يعني تعمل ابديت ناو هيبدأ ايه؟ قال لك داونلود تريجد، داونلود تريجد يعني هو حاليا بيابديت. لو جينا هنا على الايزا سيرفر بتاعك الفيرجن البرنامج وجبنا الباندوس سبليتر هتلاقي الويب بروكسي شغال. لو جيت هنا على السايت اللي هو فاتحه هتلاقي الديستنيشن نيم ابديت دوت جي اف اي دوت كوم، بتشيك هل في ابديت فايل موجود ولا لا، لو في ابديت فايل موجود هيبدا يداونلود فعلا وهتشوف الفايل هنا اليو ار ال باس موجود والكونتنت اللينس بتاعه والكونتنت تايب والحاجات دي هتلاقيها كلها موجوده على اساس انه بيعمل ابديت. هنا ايه ما لقاش ثواني كده بتلاقيه اختفى من الباندوس اللي طلع على اساس انه ما لقاش ابديت جديد، تحس ان انت لو رجعت هنا اصلا برضه الجي اف اي وضغطت هنا على الويب جريد داتابيس تاني هتلاقيه مش داونلود تارجت بقى، هتلاقي مفيش حاجه خالص وقال لك ان نيكست ابديت التاريخ ده الساعه دي هيبدا يعمل فيها ابديت لوحده. ده بالنسبه لل الويب جريد داتابيس. بعد كده في السايت توب باندويث لو جبناه هنا سايت توب باندويث كونسومشن يعني اكتر سايتس استهلكت باندويث او استهلكت داتا سايز من عندك من الشبكه بتاعتك، لو ضغطنا عليها بس تاخد وقت طبعا على اعتبار ان لو الشبكه كبيره بتاخد وقت كبير عم يتشيك على كل المواقع اللي اتفتحت في السيرفر وتشيك انه موقع سحب قد ايه داتا وسحب داتا قد ايه وفي وقت قد ايه فياخد وقت كبير جدا يعني طبعا باليوم، يعني لما انت بتضغط على الاختيار ده باليوم هتلاقي بيسجلك حتى بتاريخ النهارده يوم 16 مثلا، هنصبر عليه شويه هتلاقي ظهر لك دلوقتي. تمام قال لك النهارده يوم 16/8/2008 السايتس اللي اتفتحت عندك من اول داونلود دوت ميديا دوت اسلام وير ده طبعا السيرفر اللي هو بيداونلود من عليه مش الموقع نفسه السيرفر بتاعه، قال لك انه سحب 132 ميجا الهندس الاشارات اللي فيه مثلا 734 يعني مثلا عدد الفايلز السي اس اس ملفات الجافا سكريبت الحاجات زي كده، قال لك اتعمل داونلود ال 132 ميجا دول لثلاثة فايلز تايب ثلاث انواع من الفايلز تايب ال 732 انون مش معروفين ملفات غير معروفه هتلاقي ملفات سي اس اس جافا سكريبت حاجات زي كده، ملف واحد اتش تي ام ال اللي هو الصفحه، ملف واحد ام بي 3 اوديو بمعنى ان ملف ام بي 3 اوديو كان تقريبا 130 ميجا وال 2 ميجا التانيين مثلا الحاجات التانيه، تاني موقع كان زحم الشبكة عندك او عرفها اللي هو لايف ابديت سيمانتيك لظهر ابديت دوت كوم اللي هو مثلا واحد مسطب نورتون انتي فيروس فبيعمل ابديت من موقع سيمانتيك عمل ابديت بحجم 101 ميجا
اربع فايل تايبس. طبعا النورتون اصلا ما بيعمل ابديت بينزل ملفات امتدادها زد اي بي وغير، وبعد كده رابت شير، ناس نزلت من رابت شير. لو انت طبعا ضغطت على رابت شير هنا هيقول لك مثلا الايه بالظبط، يعني يعمل لك زي سكيما كده للاستهلك. يعني لو ضغطنا تاني قال لك الاي بي اللي عامل من رابت شير كام، كان كام 161 161 168 و161 هو اللي كان عامل داونلود من رابت شير. لو ضغطنا على سايت ستوب باندوس كونسيومشن تاني هنصبر على شوية عشان تقيل خالص. هتلاحظ انا اقصد مثلا ايه داونلود دوت ميديا دوت سلام دوت كوم. لو انت عايز تعرف مين اليوزرز اللي عملوا داونلود من الموقع ده او اللي دخلوا على الموقع ده، بتمشي معاه بس بالشرطه كده. قال لك هنا اليوزج الهنتس الفايل تايبس، هتفضل ماشي طوالي بالشرطه هنا كده بالداش، هتلاقي اكسسد باي يوزر او اي بي، يعني الناس اللي دخلوا عليه مين؟ اتنين يوزرز 192.168.174 192.168.162، يعني الاتنين يوزرز دول هم اللي فتحوا السايت ده. طيب السايت اللي هو اللي بعد منه اللي هو مثلا لايف سيمانتيك، الناس اللي هم مسطبين نورتون مثلا عندك على الشبكه، تاني سطر هتلاقي مين؟ 141 و114 و180 و192 و154 اتسترا. قال لك حتى اضيف لك هنا الويب كاتيجوري تصنيف الموقع كوربريت ماركتنج. في هنا موقع هنا اتفتح اهوت كوبريت انفريجمنت، انا طبعا قافل دي في السيرفر عندي فالموقع ده مقفول. 192.168.161 ده اللي فتحه. لو احنا جينا هنا على اليوزر توب باندوس كونسيومشن، ده اليوزرز اكتر يوزرز مستهلكين عندك داتا من الشبكه. هتلاقي اول اي بي 174، تاني 106، تالت 161. ده مستهلك 302 ميجا، ده طبعا بتاريخ 16. ممكن تكتب هنا التاريخ مثلا لو عايز انت بتاريخ 15 وتقول له جو يوم يتشيك على اليوم اللي هو بتاع 15، بس خلينا مثلا على اعتبار اللي هو اليوم اللي عرضه دلوقتي مش موضوعنا. لو ضغطنا على الاي بي الاولاني عشان نعرف هو استهلك سايتس ايه، ده الاي بي الاولاني مثلا داونلود مثلا كام ميجا من سايت كذا، وداونلود كام ميجا من سايت كذا، وداونلود كام ميجا من سايت كذا. دي السايتس كلها اللي هو فتحها مثلا على مدار اليوم. كده انتهينا من الويب فلتر اديشن.